بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما. أعزائي أحبائي متتبعي السيدة جميلة، نهاركم مبروك، نهاركم زين إن شاء الله، نهاركم مملوء بالحيوية والأرباح والأرزاق يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا اليوم هاني في غوفي، سبق ودرت لكم إعلان باللي راني راح نرجع للخدمة تاعي في غوفي. مالا هاني وليت نخدم أعزائي، ساعات نروح يوم بعد يوم، كل يوم نهبط، ولكن نظرا للإقبال الناقص خلاص ما كاينش الغاشي. بصح دي فوا أعزائي يكونوا ناس جاوني من بلاصة بعيدة بزاف بزاف، كيما الأسبوع اللي فات جاتني عائلة من أم البواقي، جاتني عائلة من قسنطينة، جاتني عائلة كذلك من بات نيجو. ماذا بيا أحبائي، بغيت نوضح لكم برك باللي أنه عيطولي، يعني راح نحط رقم التليفون في القناة في الفيديو، ماذا بيا تعيطولي بيوم من قبل، مثلا الواحد يكون راح يجي غدوة إن شاء الله، كان عيط لي البارح ولا اليوم، باش عيطولي بالنهار باش نكون في الخدمة أحبائي. ماذا بيا ماذا بيا نكون ديما في الخدمة تاعكم. أنا من أريس نجي 35 كيلو، نجي باش نخدم، خاطر في الويكاند يكون معايا خويا عمار، تحية كبيرة ليه على كل حال، وفاتي. بصح اليامات الأخرين نكون وحدي مع وحدة من بناتي ولا ولدي كذا، ماذا بيا عيطولي من قبل باش نكون في الخدمه. لاش تاع عائله وحده حابه تاكل عندي الشيوب اللي يجي نهبط ان شاء الله ونحضر لهم للاعزاء تاعي. واش لازمني نحضر لكم انا في الخدمه احبائي، قلت لكم وعاودت انا ديما في الخدمه تاع السواح اللي جوني لهنايا. هاكم تشوفوا دركا رافقتوني شويه، رافقوني مع الطريقه خديجه. ايوا كي نكون جايه على رجليا على بالكم ننزل في البراشمة اللي تهبط البسكره، تحطني الكارل ثما ونكمل على رجليا. مشوار طويل شويه نمشي، ما لا رافقوني فيها تستمتعوا بغوفي. هاي ليكم غوفي بالمناظر تاعها، غوفي هذه يا خوتي تبان ما فيها والو خديجه. صح. بصح انا قلتها للغاشي تاعي اللي يجي هنايا، قلتها لهم خليتو مثلا كيما الغرب، الله يبارك، واش تقولي في الغرب، واش تقولي في تلمسان، واش تقولي في وهر من الباهيه، وخلي وخلي ما نعرفوش البلاد مليح مليح، تقولي في بجايه الله يبارك، وروحي بلادنا كاع نظاره عندنا ما نقولوا فيها، ويجي الغاشي يمشي دي ميلي دي كيلومتر باش يجي تبان لكم برك غوفي ما فيها والو. بصح جاوبوني السواح خديجه، قالوا لي يا خالتي جميله الشيء اللي جيبنا للبلاصه هذه عينا من لونكومبرومو، الولايات الكبيره على بالك. يحس بزاف. اي يحس بزاف تاع لي فيكول كذا، مخنوقه الحاله، معمره الولايه، معمره خلاص ما كاينش وين تنفسي. مالا كي يجوا لهنايا ويروبوزي ونهار في غوفي راحت البال، إلا شات لابي يشريو لهنا لريسان ويريح خاطرهم شويه دنيا وما فيها. وحنايا احبائي نطلبوا رب العالمين ان شاء الله يوفق المسؤولين تاعنا باش كش ما يهيئوا المنطقه للسياحه، لانها المنطقه عيانه يا خوتي، عيانه بزاف، وسبق لي رفعت نداءات وما زلني نرفع نداءات باش ان شاء الله تتهيئ للسائح. خصوها بزاف مرافق، كيما درك الماكله غير السيده وحدها تلقاوها هنا مسكينه تستنى يفتح يا رزاق فيها، هي تسترزق فيها الشعب الغالي اللي يجي جيعان يلقى عندي حاجه بارده، يلقى شويه محاجبه ربي يبارك فيها كلهم، شويه الزيراوي بالبنه خديجه لا يعلى عليها على كل حال. الشخشوخه حسب الطلب. يا مسهل الأمور،
فهلنا في رزقنا وارزقنا من مال الحلال ما ننتفع به وننفع غيرنا يا رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما. يا فتاح يا رزاق يا سميع يا عليم يا من يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله توكلنا على الله. هاكم احبائي بركاء، مرحبا بكم عند المحاجب. هاني وجد لا صوص واجده لا بلاك نظيفه، الله يبارك كما راكم تشوفوا الورق واجدين شابين يهبلوا بالقمح. أنا حكيت لكم ديجا في الفيديو أنا نخدم بالسميد والقمح وشويه فارينة باش ما يتقطعوليش. بسم الله الورق تاعي والطوماط نديرهم ونخبيهم في الفريجيدار في الليل، الغد من ذاك نهزهم ونجيبهم معايا. هما يصلحوا لاش تكونجلاو مده طويله، نخدمهم كيما الديول نتاع البوراك هاكم تشوفوا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. عاملي كل حاجب بزاف ناس والله جاو من بعيد. خالتي جميلة سخفونا في الفيديو ما لحلفنا نروحوا الغوفي وناكلوه مع المباشر. هاكم تشوفوا لاصوص غنية جدا من ريحتهم تشهي. شفتي على راسهم خاطر قالوا لي ناس خالتي جميلة تولي سكري دو ترافاي توريه ولا لا. لا قلت لهم واش بيكم انتوما، نقول لكم انا ماما تاع الجميع وما نوريش سكري. يا خديجة ويسك انا ماما ونعلمهم مليح مليح. والله يا احبائي كيما وريت لكم هذه لاصوص شابة بسم الله ما شاء الله، ما تترعاش بزاف بزاف تولي خلاص ما تبقى بالقشور تاعها. هاكم تشوفوا واش يعني واش هو لو سكري تاعها اللي بنينه ريحتها دركا من بعيد. خديجة مليها من الطورنا الاولى يشمو المحاجب يجوا يجريو. اخوتي الثوم وثم الثوم، الثوم والكسبر طال 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 الكسبر والثوم وزيت زيتون. زيت زيتونه يعني مشطهم وتفيد على بالك. وعلى واش مزيانه لاصوص ثاني يعني قلت لهم في الفيديو نزيد نذكرهم مزيانه هكا الكركم. ليه اختي الكركم يزين كلش، يبنن ويزين وفائده كذلك في الصحه. تسمى توت اوبسيون الكركم نوصيكم به في كلش. هاكم تشوفوا مشربين ما شاء الله عليهم ربي يدومهم ان شاء الله. احبائي اللي سخف عليهم يجيني مرحبا مرحبا وسهلا الطول. اللي عنده يسلكني، اللي ما عندوش كلا باطل سمح دنيا واخره. خطر انا يا مدام بسيطه انا نحس بالانسان الفقير اللي ما عندوش، اللي سخف على حاجه وانا قدرت نلبيها قدرت نمدها والله ما نبخل. احبائي خطر خديجه اذا كان دركا شفقتي على انسان ما عندوش هو سخف كلا. هذه جربتها يا خوتي اقسم بالله غير جربتها طول طول. يجيني واحد يقول لي ما عنديش خالتي جميله وانا حاب ناكل سخفت عليهم ويشفوني الناس. عندي قلب كبير نوكلهم يا ربي ما كان له الواحد يمن ماشي مليح الصدقه يتبعوها المن والاذى. يعني هذه مجربه اخوتي على واش قلت لكم كاع الصدقه واش تخلف. ما نجيب خبر هذاك الانسان نطعمه ياكل ينحي السخط الله يبارك بصحته، وما نجيب خبر يجيني انسان يتغدى عندي مليح مليح ونسلك على الماكله تاعي وسبحان الله الناس يتصدقوا ويديروا بلاصه لارواحهم يوم القيامه ان شاء الله ويخليوا لي الصرف. نرد لهم هذاك الصرف يقولوا لي شديها خالتي جميله تي لو غارد غارد لا موني. عرفت باللي كي تخرجي انت ربي يزيد يعطيك بلاصه وحده اخرى. ربي حنا القلوب على بعضها يا بنتي ان شاء الله، وربي قدرني نكون في خدمه الغاشي تاعي قدر المستطاع. مالغري عياوني يا اخي قلت لكم انا نطيبهم غير في اليامات اللي خاطين لي ويكاند، باسكو الويكاند مدير الاعمال اللي يطيب. تحيه لفاطمه ربي يعطيها صحيحتها، هي اللي تطيب المحاجب
انا يا برك الدخانه مبركل لي اخوتي، عرفتوا لا فوا بلي مبحبحه فوق اللازم، عندي مشكل في لي بومون، ربي شافيني وشافي امه محمد الكل. جي انتيغي كي نكون وحدي نجي نطيبهم، على خاطر الانسان محتاج يخدم. راكم تشوفوا هو في فارغ، لا ما فيه والو، نجي على جال هكا عائله زوج ثلاثه مادا بيا يلقوني في الخدمه، ما لا نطيبهم هكاك ومانيش قادر عليهم. هذيك بافات نحط بافات ونطيب باش ما يضرونيش بزاف، ربي قدرنا وربي سهلنا في رزقنا احبائي حبيباتي وكل اي عامل ربي سهل وربي يعاونه في العمل تاعو، اي خدام الخدمه مليحه يا خوتي، الانسان يتحرك يتحرك بالشي اللي يقدر. هاي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. خديجه شكون صاحب الحال؟ يبان لي احنا وياك يا خديجه. اليوم يبدا بروحه، اليوم يبدا بروحه، بالك برك يجي صاحبهم مولاهم. بسم الله بسم الله بسم الله. محاجب بسم الله. هذا دروك الزراوي احبائي، هم عندي ديجا ناس كلاو الزراوي يا خديجه وتعجبوا فيه وصحتهم على كل حال. هم جاوني من بعيد عندهم الزهر لقاوني اليوم يا اخي، قلت لكم عودوا عيطوا لي في التليفون هكا باش تلقاو ان شاء الله الماكله حاضره والاستقبال حاضر وكل شيء حاضر كيما راكم تشوفوني مع الزراوي. دوكا فورتو ها هذه التفويره الاولى، من بعد نعاودوا له شويه مي كي نكون مزروبه نسقيه تو دروا. شباب الله يبارك لكم تشوفوا احبائي اللي كلاو عندي، تحيه كبيره ليهم جاوني من اينوغيسن، عجبهم الزراوي رحم الله. تشوفوا احبائي ها وليكم الزراوي واجد مفور، الزراوي تاع الدار خديجه لوكو تاعو زي. ودرك جماعه راهم جاوني، تحيه كبيره ليهم على كل حال من اينوغيسن، تحية سكان إنوغيسن أينما كانوا، يجيو عندي باش ياكلوا الماكلة التقليدية تاع السيدة. دركا تغداو محاجبو الزراوي، سيرتو سيرتو أيوب داير حالة في زراوي، قال لهم يطربق يطربق. هاوليكم الزراوي واجد الله يبارك مفور، والحليب ثاني كذلك ها خديجة بارك الله فيهم الناس، قراعي مغلوقين تماما. والحليب كيما راكم تشوفو ها قرعة واجدة مغلوقة، ربي يبارك وربي يجعل القسم لصحاب البن هذا منين نشري. قراعي مغلوقين مكاشتيين كيما نقولوا، يغلقوهم تماما طول كيما قراعي سعيدة بالسيف باش تحل القرعة. هاكم تشوفوا بعد ما نفتحها الحليب هذا، البن عفوا ما يحمض. ثقيل بسم الله ما شاء الله. البن تقول ياكو ربي صون، اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ربي يبارك لأهل صحاب البن هذا منين نشري أنايا. نظافة حاجة قمة قمة قمة، الحمد لله ربي يعطيهم ويزيدهم إن شاء الله ويبارك لهم. شوفوا هذا الزراوي اللي راكم تشوفوا، هذا سامبل، هذا زراوي مسقي الزبدة تاع البقرة والزبدة تاع الحانوت، بصح
هذيك الساعه كاين سبيسيال، هذا زراوي سامبل اللي يحبوا سبيسيال مثلا يديه لدارو. كنت نخدم سبيسيال هنا مي ساكوت ان بو شير، غالي شويه على الناس. انا نقدمه تقليدي كيما تاع ناس بكري. اللي يحبوا سبيسيال خديجه هذيك الساعه يزيد يغسل الزبيب، يفور معاه الزبيب مع الزراوي، ومن بعد من فوق يدير انواع المكسرات اللي يبغي، من الجوز، اللوز، الكاوكاو، بيستاشو هي رايحه يرحي، واي مكسرات هي لي فروي ساش ساش هكا هاي هكا يرحيوهم ويحطو من فوق، سا دونا تخي بون كو. وفي وقت الرمان كذلك هم يديرو من فوق الرمان، اللي ضاق الزراوي بالرمان يبقى بلا راس. تحياتي ليكم، الف تحيه ومرحبا بكم عندي في غوفي، اهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.